اخد بي اي ديز او ليميتنج لايت ليميتنج ديودز. اول حاجه هناخد البرودكشن وبعدها هوتس ال اي ديز هي ال اي ديز دي. بعدها هحاول الفورتس وليتس كونستراكشن والكتر بتاعت ال اي ديز. واخر حاجه هناخد ايه اللي بيعمل الكلر والترمايت الكلر اللي بيعمل على الاي دي ال اي دي وناخد فيتشرز عن الديز. شفت ال اي ديز يا رجاله؟ فاهم ازاي؟ يس. اول حاجه هناخد ال اي دي. هو في البدايه كده ال اي دي ديت هي لايت سورس الافشنسي بتاعتها عاليه جدا بالنسبه للافشنسي حاجه زي اللايت اللمبه العاديه ديت الافشنسي بتاعتها قليله لان هي بتطلع هيت انرجي انفرا ريد راديشن بتخلي فيه هيت فالافشنسي بتاعتها ما بتبقاش احسن حاجه. ولكن حاجه زي ال اي دي لا هي الافشنسي بتاعتها اعلى من الافشنسي العاديه باكثر من 10 مرات وبفوقتات اللي هي عندها لونج لايف يعني ممكن تقعد اكتر من 50,000 اورز يعني اللي هي تشتغل عادي من غير ما تتحرق. وطبعا عندها نعم ده بنزل الالكتريستي. طبعا اللي بيحدد الكلر اللي بيز بتعمل عنه هو الماتيريال اللي بتستخدم منها الاي دي ديز. وات از الاي دي ديز؟ الاي دي من هي حاجه اسمها سيمي كوندكتور ديز. ايه هي السيمي كوندكتور؟ حاجه بتوصل حاجه ما بين الكوندكتورز والباك كوندكتورز اللي هي مش بتوصل الالكتريستي كويس. النورمال تمبريتشر بتكون باك كوندكتور والانكريزنج تمبريتشر في جود كوندكتور. ايوه ولازم هي بالميت كارنت فلو ان وان دايركشن. ليه؟ في حاجه اسمها بتعتمد على حاجه اسمها البي انجكشن. تبقى في عندنا سيمي كوندكتور من البي تايب وفي سيمي كوندكتور من الان تايب. طبعا البي تايب بيبقى في حاجه اسمها هولز. يعني ايه هولز؟ يعني نقص في الالكترونز اللي موجوده في العظيم فهو عنده ديفيشنسي في الالكترونز. اما بالنسبه للان تايب لا هو عنده اكسس في الايه؟ في الالكترونز. فساعة ما احنا نحطهم في باتري ونوصلهم مع بعض ونوصل النيجاتيف بال النيجاتيف بالبوزيتيف هتمشي من النيجاتيف من البوزيتيف للنيجاتيف النيجاتيف للبوزيتيف النيجاتيف للبوزيتيف في فورورد 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 اللي هو النيجاتيف للبوزيتيف عادي اما الباكورد العكس. فالمهم احنا بنصور بنوصل الباتري كده في البي انجكشن وساعتها الالكترونز فلو بقى من الايه؟ من الاكسس الكترونز للليس الكترونز. فديت الطريقه اللي احنا بنمشي بيها. فاحنا لو وصلنا البوزيتيف مع الهولز والنيجاتيف مع الالكترونز زياده فببساطه الالكترونز هتروح للبوز وعلى الهولز. فلو وصلنا البتري بالبتاع الصحيح اللي بيحصل اللي هيبقى فيه فلو الالكترونز. ولو وصلنا البتري في الاتجاه المعكوس فببساطه هيبقى في حاجه اسمها ديبليشن زون اللي ما فيش اي الكترون او اي هول هيجي يجمد. تمام؟ ونكرر في الوسط. فاللي بيحصل ساعه ما الاي دي دي ساعه ما احنا وصلنا في الباتري الالكترون بتروح من الاكسس الكترونز بتروح للهولز. فتاخد الالكترون زي تدخل وتروح نقطه الهولز كده وتروح ايه طارده ايه طارده فوتون. الفوتون ده طب بيجي ازاي؟ ان ببساطه ان الالكترون دوت كان في هاير انرجي ليفل وساعة ما خد دخل جوه كان بقى لور انرجي ليفل معنى ان هو من الهاير انرجي لور انرجي معنى ان هو يريليز ايه؟ لازم يريليز طاقة انرجي والانرجي دي بتتكون على هيئة ايه؟ فوتونز وهو ده اللي بيخلي الانرجي ايه؟ لايت وبتشتغل. طبعا بندخل على الانرجي كونستراكشن. طبعا بيبقى في عندنا ترانسبيرنت بلاستيك كيس بيبقى في ايميت اللايت اللي بيخرج وعندنا حاجه اسمها الثيرمال بيلز الانود بيلز والكافي بيلز الاثنين دول. وحاجه اسمها اهم حاجه اللي بتشغل البتاع كله بقى هي الاي اي دي شيب ودي صوره ال كونستراكشن بتاعها. هل كونكت ام بي اول حاجه كده هي الكوارتز فولت اللي هو 1.5 و 2.5 واقل حاجه 10 مللي امبير. وطبعا لازم عشان نعمل بريفنت الاوفر لود اللي ممكن يحصل لازم نستخدم ريزيستور ب 470 فولت. بعد كده لسه هنكمل الالكتريكال بروسيس اوف الليجيز.